اهلا اهلا، اكتبوا لي في الكومنتات تحبوا ننزل ملخصات كاملة ولا ملخصات على اجزاء. والنهاردة بقى جاية لكم بملخص اسطوري ان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نبدأ، ما تنسوش تحطوا لايك. حطوا لايك. مدينة مخيفة جدا اسمها إيليشيا، بيعيش فيها ناس بتتحدد أعمارهم وقيمتهم عن طريق أرقام مطبوعة على جسمهم، ولو وصلوا للصفر فبكده بيدخلوا في حفرة الموت. دي بنت اسمها هينا، مامتها وصلت للصفر وهي بتموت ادت لها كرة زجاجية مكتوب عليها رقم 10,000 بيسموها بالوت، وبتقول لها تدور على شخص اسمه البارون الأسطوري، وده بيكون معاه نجمة بيضة. قعدت هينا تمشي وتدور عليه لمدة 5 سنين، وده على أمل إنها تلاقيه. بتدخل المدينة وبتقابل شخص اسمه ليكت، الشخص ده لابس قناع وهو شخص منحرف في أفعاله والبنات كلها بتضربه. وكمان بتتعرف على بنت اسمها نانا، والبنت دي عندها حانة بتشتغل فيها، وبتسمع نانا إنها بتقول للكل إن أي شخص عنده رقم أكبر من التاني يبقى لازم يسمع كلامه وينفذ أوامره. وبنلاقي هنا بتوضح لنانا إن الرقم بتاعها 441، وده لأنها مشيت 44,100 كيلو متر. بتسأل هنا نانا لو تعرف البارون الأسطوري، فبتقول لها لأ ما تعرفوش، فبتمشي وفجأة بيظهر لهنا شخص من الجيش وبيكون رقيب أول، وبيكون على خده نجمة بيضة. وبسرعة هنا بتفتكر إنه البارون الأسطوري اللي بتدور عليه، وبتروح ماشية معاه وما بتلحقش نانا إنها تحذرها منه. بياخدها في مكان لوحدهم وبتطلع له البالوت اللي هي الكرة الزجاجية. أول لما بيشوفها بيطلع سيف وبيقول لها هاتيه. طبعا هينا بترفض لأن ده تذكار من مامتها، وبتأمره إن يتوقف عن ضربها لأن رقمها أكبر منه. فبيوافق وبيحاول يقنعها إنها تدخل معاه في لعبة اسمها سلب النجوم، واللعبة دي اللي يكسب فيها ياخد نجوم التاني. بتوافق هينا وبيكسبها وبيكشف لها نفسه إنه مش البارون الأسطوري، وبياخد منها ارقامها وبتبدأ حفرة الموت في انها تبلع هينا. فجأة بيتدخل ليكت وبيبين له رقمه سالب 999، فبيستقل الرقيب وبيفتكر انه سهل يهزمه، بس بيتفاجئ بعد كده ان رقمه الحقيقي 5700 وجنبه النجمة البيضة. ومن هنا هينا بتكتشف ان ليكت هو البارون الاسطوري، بس برضو ما بتبقاش متأكدة. بيهزم ليكت الرقيب الاول وبيرجع رقم هينا ليها، وبياخد ليكت الكرة الزجاجية من هينا وبيديلها مكانها لعبة. وقتها هينا بتزعل جدا، وده لانه اخد منها تذكار مامتها، وبتروح تحكي لنانا اللي حصل، فبتفهمها ان ليكت عمل كده علشان الجيش ما يقبضش عليها، لان اي حد معاه البالوت بيعتبروه مجرم. والتذكار بتاع مامتها ليكت حطه لها في اللعبه، بس طبعا الجيش شاف ان البالوت بقى مع ليكت، وبكده هو بقى مطلوب للمحاكمه القانونيه. بتطلع هينا تجري ورا ليكت بس ما بيردش عليها وبيمشي، فبتروح قايله له انها بتكرهه لانه معرفهاش الحقيقه، فبيزيد رقم وبيبقى سالب 1000. لحظة افهمكم الحتة دي، حكاية سالب 999 دي عدد البنات اللي رفضت وضربت ليكت، اما الرقم اللي على سيفه فده عدد الاعداء اللي هزمهم في الحروب اللي دخلها. بدأ الجيش يدور على ليكت في كل مكان، وبلغوا الرقيبة لين والمساعد بتاعها بيلي انهم يخلوا بالهم من شخص لابس قناع، وفعلا بيلاقوه وبتقبض عليه لين، بس بيعرف يهرب منها. صحيح نسيت اقولكوا ان لين بتحب الاطفال ودايما بتساعد الناس، ورقمها بيزيد بالعمل التطوعي اللي بتعمله في المدينة. بيظهر فرد من افراد الجيش اسمه الملازم جيل، وهو بيحاصر ليكت وفعلا بينجح، فبتحاول لين تساعده، والملازم جيل بيعتبر ده انقلاب على القانون. وبيفاجئنا ليكت بعد ما كان مستسلم بانه بيضرب في كل اللي حواليه، وبينقذ لين من ضربة موت اكيدة. بيحاول الملازم جيل انه يحاصره مرة تانية، وبيظهر له رقمه 12,500، وده معناه ان قوته ضعف رقم ليكت، وعشان كده لقبوا الملازم جيل بالسجن الحديدي لان ضرباته كلها بالحديد. بيستمر القتال بين ليكت والملازم جيل، بصوا بيطحنوا بعض ضرب لدرجة ان الارض بتنشق وكانت هتاخد لين وتنزل بيها، بس ليكت لحقها بسرعة وبعد كده بيديها الجيل وبيطلع يهرب، وبكده رقم الملازم جيل بيقل من 12,500 ل 12,499، وده لانه مقدرش يقبض على ليكت. بيتقابل ليكت وهينا وبيقعدوا ياكلوا سوا، وفجأة بتظهر طيارة فوقهم ركبها بنت اسمها بيلمو، بتقع بيها الطيارة وليكت بينقذها وبتشكره وبتطلب منه انه يساعدها في تحقيق حلمها اللي هو الطيران.
بيعرفها ان طيران ممنوع في المدينة وان اللي بيحاول يطير بيقبضوا عليه وبيتعدم فورا. بتصنع بلمو طيارة تانية بس بمساعدة ليكت وبتيجي تطير بيها، فبيظهر لهم مجموعة من الجيش. اول ما بيشوفهم ليكت بيروح مكسر الطيارة عشان ما يقبضوش على بلمو ويقتلوها، بس للأسف بيتضح لينا بعد كده ان دي كانت اخر محاولة لبلمو وان رقمها وصل للصفر. وللأسف بتظهر حفرة الموت وبتاخد بلمو، وليكت وهينا بيحاولوا يساعدوها بس ما بيقدروش. بيظهر الملازم جيل ولين وبيحكي لهم فرد من الجيش وهو مرعوب ان في حفرة كبيرة ظهرت في المدينة وخرج منها شيطان، وبيعتقدوا انها حفرة الموت او زي ما بيسموها الهاوية، وان افراد الجيش حاولوا يموتوه بس ما قدروش. بيطلع من الحفرة طيارة بتضرب عليهم نار، وفي الوقت ده ليكت بيقول للكل انهم يجروا يستخبوا. فالملازم جيل بيقول له انت بصفتك ايه بتأمر الجيش بتاعي؟ فراح مبين له ليكت 3 نجمات على كتفه. وقتها الملازم جيل اتفاجئ وتأكد ان ليكت هو البارون الاسطوري. فضل ليكت يضرب في الطيارة وايادي الموت اللي طلعت من الحفرة، وفجأة بتظهر محاربة اسمها سونو هارا بتقعد تقتل في كل الموجودين على الارض، وبتطلب من ليكت انه يجي معاها. وقتها ليكت لبس قناعه وقعد يقتل في كل الاعداء الموجودين في المكان. بتنادي سونهارا وبتقوله يلا نلعب سلب النجوم، اللي يكسب فينا ياخد ارقام التاني. وافق ليكت وطحنوا بعض من الضرب، ولما قرب ليكت انه يكسب فجأة سونهارا بتفقد قوتها وبتبدأ ما تردش على ضربات ليكت. وبنكتشف من الاحداث ان سونهارا دي صديقة ليكت وانه كان بيدربها، وفي حد في الحفرة مسيطر عليها وعلى ليكت. وبنشوف ده في تصرفات ليكت انه عاوز يقتل كل اللي حواليه حتى هينا. فبيظهر الملازم جيل وبيضرب ليكت وبيخلعه القناع ويفوقه. بيتم استدعاء الملازم جيل من القائد الاعلى للجيش، وبيقول له انه عرف انهم بيهاجموا ايادي الموت اللي بيسموها الثينج، وده طبعا بيعتبروها جريمه. وبيقول له ان في جيش بزي اسود ودول اعداء ليهم تحت قياده العائله المالكه ومن اكتر الناس فساد، وكل واحد فيهم معاه قوة بالوت ضخمة، ونصحه بانه يبعد عنهم. وكمان بيجيبوا سيرة ليكت وانه قائد البارعين اللي تم تعديلهم جراحيا، وده بعد حرب اللفايات اللي حصلت من قبل 300 سنة. وبيقوله ان قوة البارعين دول بتهدد النظام، وده لانها تحت تأثير بلاتون قوته بتفوق كل البشر. بيستغرب الملازم جيل وبيقوله ازاي من 300 سنة وليكت لسه عايش؟ فبيقوله ان عمرهم وقف فجأة، وده بسبب الجراحة اللي تعرضوا ليها من البلاتون واللي قوته محدش يقدر يغلبها، وان في كتير بارعين لسه على قيد الحياة رغم ان الحرب انتهت من زمان، هم بالظبط عاملين زي الاشباح. في نهاية حديثهم بيطلب منه انه يقبض على ليكت ويسلمه للجيش، وفعلا بيروح وبيحاول يقبض على ليكت. فبتقول له سونهارا ارجوك ما تعملش ده، هيدوله عقار ويستخدموه في الحرب زي ما عملوا معايا. فبيزقها والكل بيحاول يقنعه ما بيرضاش. فبتروح نانا مدياله قلم على وشه وبتقول له انت ما تعرفش حاجه، انت بس عاوز تنفذ قراراتهم وبس، وده عشان تحمي نفسك. تعالى وانا هوريك اللي حصل قبل 300 سنه وشوف الحقيقه كامله، ويا ريت تحاول تغيرها. وبتظهر نانا بقوه البلاتون، وبكده بنكتشف انها احد البارعين بنجمة بيضة، وفعلا بتنقلهم كلهم لعالم تاني عمره قبل 300 سنة. اول ما بيدخلوا العالم الجديد بيلاقوه مختلف تماما عن اللي عايشين فيه، وبيشوفوا سونهارا وليكت هم صغيرين بيدخلوا المدرسة. بيدخلوا وراهم وبيظهر مدرس بيقول لهم انهم جنود حرب ولازم يسمعوا كلامهم في كل حاجة، وبنت اسمها فرنيدا بتشرح لهم ان بلدهم في خطر وهيحصل نقص كبير في الغذاء وده هيسبب في موت ناس كتيرة. بيظهر ضابط اسمه بخ بيبدأ في قراءة قصة الأرنب والسلحفة، وده عشان يختبر الطلاب مين فيهم هيلتزم بالأوامر. بدأ بعض الطلاب يضحكوا عليه فطلب منهم يوقفوا ضحك، بس للأسف محدش سمع كلامه، فراح ضارب الطلبة اللي بيضحكوا بالنار. وطبعا كل الطلاب وقتها خافوا وبدأوا يصوتوا ويحاولوا يهربوا. فراح بخ موضح لهم ان ده كان تدريب ليهم وان الطلاب اللي ضربهم ما متوش، وده علشان يعرفوا ان الالتزام بالأوامر امر مهم، وانه استخدم كرات رصاص ملونة بدل من الرصاص الحي. بيبدأ بخ في انه يطبق ابحاثه على الفئران في انه يزود عنفها وقوتها، وبيستخدم في بحثه الكرات الزجاجية اللي هي البالوت، ودي بتخلي اي حد بيمتلكها عنده قوة خارقة رهيبة. وفعلا بنشوف ان الفار بقى سريع وعنيف جدا.
بيعملوا العملية الجراحية لليكت والباخ نفسه. عملية ليكت بتنجح اما الباخ لا، وقبل ما بيموت بيديله السيف بتاعه. السيف ده طبعا مش سيف عادي، هو في الحقيقة بالوت بيقدر يستخدمه بكل سلطاته، وبيقول له انت لازم تطلع وتنقذ الجميع وتفضل تقاتل اي اعداء لينا. بيفضلوا بقى يستخدموا ليكت في الحروب والقتل والدمار، الى انه في طول الوقت بيكون مدرك انه انسان مش طبيعي، وكتير قوي بيتحول وبيبقى شخص تاني. وبنكتشف من الاحداث ان نانا طلعت اخت، وطول الوقت بتساعده انه يرجع لطبيعته. بيرجعوا للحاضر وبيكتشفوا انهم ما يقدروش يغيروا الماضي، واللي في ايدهم بس هو دلوقت. وبكده يكون الانمي انتهى. اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.